السلام عليكم، عادل الغزال نائب رئيس جمعيه ديال المستثمرين راس المال ومدير عام ديال شركه ابلاين الترناتيف انفستمنت مجموعه البنك الشعبي. اليوم حنا طرا واحد الحدث هو جمعيه ديال الثامنه ديال الملتقى ديال صناديق الاستثمار. كانت حصيله هي جيده حيت الناس كانوا توافدوا بكثره على هذا الملتقى، ولي هذا الملتقى هو رصد على رصد الافاق ديال هذه المهنه ديال الاستثمار في راس المال في البنيه التحتيه وفي الشركات، لانه كان واحد الازدهار هو مهم منذ التسعينيات حتى لدابا، ازدهار مهم وحل لنا افاق على السوق ديال افريقيا باش اننا نستثمروا في الدول الافريقيه نظرا للتجربه اللي اكتسبنا في هذه السنين في المغرب في هذه المهنه. شكرا. التمويلات اللي وصلنا لها حاليا، التمويلات اللي وصلنا لها في المغرب هي تقريبا 16 مليار ديال الدرهم اللي هي تخذت من عند المستثمرين اللي هما الزبناء ديالنا، وتقريبا اكثر من نص ديالها اللي استثمر في شركات عددهم واحد 200 شركه اللي استفدت من هذا راس المال ديال صناديق الاستثمار. وهذا من ناحيه الشركات، من ناحيه البنيه التحتيه هم كاينين واحد الخمسه ولا سته ديال صناديق الاستثمار اللي هما خدامين في هذا الميدان. شكرا جزيلا سي عادل. شكرا.